صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد استقبل بمطار مراكش المنارة ضيفه الكبير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي بدأ زيارة رسمية لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك حفظه الله، زيارة تشكل محطة جديدة وهامة في تاريخ العلاقات الثنائية بين المغرب وقطر، وتشكل ترجمة قوية لإرادة راسخة تحدو قيادتي البلدين الشقيقين في تدعيم شراكة استراتيجية بينهما. يقدم التمر والحليب لضيف المغرب الكبير جريا على العادة المغربية الأصيلة، ترحيبا بمقدم سموه إلى المملكة المغربية بمدينة مراكش الحمراء، مدينة النخيل التي تزينت بالأعلام الوطنية والقطرية تؤتتها أهازيج الفرق الفولكلورية الشعبية، ويتعزف سيمفونية الصداقة المغربية القطرية المتجذرة عبر التاريخ في بعدها الاستراتيجي العميق. تدعم ويتعزز محور الرباط الدوحة بالزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلادنا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بدعوة كريمة من جلالة الملك حفظه الله، زيارة تعكس عمق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والحرص الشديد لدى القيادتين الشابتين في البلدين. وبقاعة العرش بالقصر الملكي بمراكش أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مباحثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يقوم بالزيارة الرسمية لبلادنا تستغرق يومين. وقد وشح جلالة الملك حفظه الله صدر ضيفه الكبير بوسام القلادة المحمدية. وفي أعقاب ذلك أجرى جلالة الملك حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد محادثات موسعة مع سمو أمير دولة قطر، حضر عن الجانب القطري الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني والدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، كما حضر عن الجانب المغربي السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وإثر هذه المحادثات الموسعة ترأس جلالة الملك حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون. نعم سيدي عزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصر الله وحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر 4 اتفاقيات بين دولة قطر والمملكة المغربية. الاتفاقية الأولى تتعلق بتعديل اتفاقية تجنيب الازدواج الضريبي ومنح تهريب ضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المتعلق بها، يوقعها عن الجانب القطري السيد علي شريف العمادي وزير المالية، عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الاتفاقية الثانية وهي مذكرة تفاهم في شأن منحة دولة قطر للمساهمة في مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، يوقعها عن الجانب القطري السيد علي شريف العبادي وزير المالية، وعن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الاتفاقية الثالثة تتعلق بالتعاون الصناعي، يوقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب المغربي السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. الاتفاقية الرابعة والأخيرة تتعلق بالتعاون في مجال إنشاء وتشييد مشاريع البنية التحتية، يوقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد الثاني وزير الاقتصاد والتجارة،
وعن الجانب المغربي السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. الله يبارك عمر سيدي. 4 اتفاقيات للتعاون بين المغرب وقطر ستدعم التعاون المشترك في عديد من المجالات بين البلدين الشقيقين، اتفاقيات تنضاف إلى اتفاقيات أخرى تجمع بين المغرب وقطر اللذان يرتبطان ومنذ عام 1975 بما يقرب من 47 اتفاقية تغطي العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والقانونية والقضائية والثقافية والعلمية والتقنية. وقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وقطر تطورا مهما بنسبة 144% منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 1.260 مليون درهم سنة 2012 نتيجة ارتفاع حجم الواردات بين البلدين. ومن جهته أعرب الشيخ تميم عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والذي يترجم تجذر العلاقات بين القيادتين والشعبين، منوها بالفرص المفتوحة والأفاق الواعدة لإرساء شراكة نموذجية وتكاملية بين البلدين في شتى الميادين. كما كانت هذه المحادثات مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وقد شدد القائدان على ضرورة وحدة الصف العربي وإحياء روح التضامن ونهج سياسة حسن الجوار والتواصل البناء بين الدول العربية وتكريس الحوار السياسي والتفاوضي في حل النزاعات الوطنية والإقليمية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول وسيادتها الوطنية وعلى أمنها واستقرارها. كما أشاد القائدان بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر عن عزمهما على مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة بين الطرفين في مختلف أبعادها، سواء على المستوى الاستراتيجي والسياسي أو على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وكذا في المجالين الاجتماعي والإنساني وفي بعدها الثقافي والروحي، وذلك لتكون هذه الشراكة دعامة أساسية تعزز التعاون الثنائي القائم بين المغرب وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.